الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه الاحتفالية الخاصة بذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة والتي تمثل عيد الشرطة 71. وبيشرفنا في هذا اللقاء الدكتورة ليلى تكلة التي أطلق عليها أم الشرطة المصرية لدفاعها الدائم عن أبطالنا من رجال الشرطة ورجال الجيش وحرم اللواء الدكتور عبد الكريم درويش، أحد ضباط معركة الإسماعيلية الحاصل على لقب أبو الشرطة العصرية في العالم العربي. دكتورة ليلى أهلا بحضرتك. يا أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، وطبعا ألف مبروك على التكريم للواء الدكتور في هذه الاحتفالية الخاصة بعيد الشرطة من قبل السيد الرئيس. طبعا هذا أمر جميل ولكن غير مستغرب على عصر الرئيس السيسي اللي بيقدر الناس وبيشجعهم وبيعطي كل ذي حق حقه وبيعطي قدوة للشباب ان هو يحترم الخبرة ويحترم الآخرين ويعطي الفضل لمن أعطوا هذا البلد. والجيش والشرطة أعتقد يعني أعطوا الكثير. الجيش المصري بيقولوا بيحتفلوا ب 71 سنة. الجيش المصري عمره 7000 سنة، والشرطة المصرية من أقدم أجهزة الشرطة في العالم ولها تاريخ مكتوب في السجلات. أنا أنصح الناس أنهم يقروه عشان يرتبطوا بالشرطة وينتموا ويساعدوا الشرطة في أداء واجبها، لأن المواطن إذا كانش يساعد الشرطة هيبقى مهمة الشرطة صعبة. الشرطة في مصر بتقوم بأمور ما بتقومش بيها في دول كثيرة، وأنا درست أجهزة الشرطة في دول مختلفة. ده في مصر بتشوف ميزان الرغيف العيش، بتحاسب على الأسعار، بتحاول إن هي تواجه مشكلة الإدمان والاتجار بالمخدرات وحتى النزاعات الأسرية. يعني بتقوم بواجب مش مضاعف، بواجب أكثر من مضاعف، وعلينا أن نهتم بالتعاون مع الشرطة، وهذا الاحتفال يدفع هذا الانتماء والتعاون معها. وشكرا. دكتورة ليلى، إزاي نقدر نستحضر هذه الروح اللي احنا لمسناها في معركة الإسماعيلية والانتماء لهذا الوطن ومقاومة الاحتلال والشجاعة في الدفاع عن قوة هذا الوطن في هذه الفترة تحديدا؟ هي موجودة، هي الروح موجودة، بس احنا كمصريين ساعات بنهدى كده شوية ونفكر في نفسنا، وبعدين لما بتيجي أي مشاكل بنخرج من هذه الأنانية وبنفكر في الصالح العام. والظروف دلوقتي صعبة في العالم كله، إنما احنا لازم نعرف إن حالتنا في مصر أفضل مليون مرة من الحالة في كثير من الدول. يعني أنا ليا أصدقاء وقرايب وأسرة، اللي عايش في كاليفورنيا واللي عايش في كندا كلهم بيشكوا وعاوزين يرجعوا مصر، وهذه هي مصر. وستظل دائما مصر يعني عزيزة مستقرة واحلة للاستقرار والأمن والأمان الدنيا. والرئيس السيسي أعاد إليها ما كنا قد فقدناه من انتماء، ربنا خلي لنا. أنا بشكر حضرتك دكتورة ليلى تكلة، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، شرفتينا، وإن شاء الله تكريم مستحق طبعا النهاردة من سيادة الرئيس. شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدين مستمرين مع حضراتكم في هذه الاحتفالية الخاصة، الاحتفالية 71 للشرطة المصرية، في انتظار وصول السيد الرئيس.